مدحوينها بوتلان سعيد عبد الله دني أيا دولة الصومالية كويذيي إني هورين أي سعلات سلقة كوهيسة مران دولاد مدحوينها بوتلان سعيد عبد الله دني هيا كجواب يي خريرد لشيغي إني أذيك ستي دولة فدرالك يا صوماليا تاسي ووقويق قبل كبندوب كو علامة دي سيديغان لغو مران سيهي مدحوينة سعيد عبد الله أيا شيغي إن دولة فدرالك يا صوماليا أي علات كوديسان مران دولاد او دحمرت بونتلان يا قلمدو اي كهورين اي سو قبل قمدو سي اي هالكا سي دقال لاو قردو اي وحا رنتي ان كسوان قدال ربنان كاي رادو نصيب در راه او مرارك قاركو درين كان قبني فعل وبدليس وموجينيسا وحا وزارة بدرول كا اي دولة فدرال كا إلا حال إلا شل اي شاعسي ما باب اي كم موجينيسو إن قبل كمدو قيبت بنت الله رعسان ويهي ميل ليس وهيستو رنتي وارين هور له او ديلا او اباهان انسي هوس الله ايغو ان دولة دي فدرال كايدو اي كشاقين ايسو اني بلشد اسكو هور كنتو رنتي ارين تاس ارين لو دل قادان كرا ماها وانا ارين كو هبون ان ميلاهان وكلا لغش ايغو سيدد ويراه انتي سبادان سيدد سبيق دا لو قلينا اي درين كو ايو او غادا وحا رنتي نصيب در راه إن ما كان هذا الصوص صاري قبل هذا السنة هي صور لو قرأنا يهين ميل لقوم رسيها يجر وحكروا إياه بفج عساء أبو رتي إن ما بك قيمتي زي سومالي لأن لو قرأي دولة سيدة سيجارة يوم ده سلف دكلير بالو قرأي أف إنجليز بقرأنت إن نقطتي دولة يدو ما ده حبلنا سيجارة يدو شو ما ده حبلنيس إن دولة فدرال هذا الكاكس وبحه رنتي وأرن وباهان ان دب لو ايغو دولته فدرالكه يد روحدوده معصوم ماها هداي خلدنته روحدهده وا ان هذا الغلط كده لا شيغا خلادات بدن او ان لغا فيرسن ايا وخي كسو بخيان ان مسؤولينته كلا دوون او اي دحي كرتو اني قاركود ور اسوهين مودو وصح ان دام بربر كدحين هل غوبل بو اها انتي بربر كدحاي اي دلكاري كلا اردوباي اي دغالده سوكيا دحين dalkani wuxuu isu xubsiibtay si uu kala nabad galo nidaamka federaalka Puntland iyo Galmudug wax ishayna kama dhaxayaan wax xuduud ay ku maraysan yihiin ma jirto deegaan walbana waa u cad yahay bal waxa ka dhaxaya wada shaqeyn iyo wada noolaansho wax la yaabo maaha in dal gudahiis laba isteed ay hal magaalo ku wada yaalaan adduunka waxaa jira laba dal oo hal magaalo ku yaala oo jid kala baro dadka ka dhiganaaya mararka qaar kood halka wax ka raadinaya runtii sax ma aha Galmudug iyo Puntland waa dad waligood soo wada jireen aha wada noolaa wada noolaan doono labada dowladoodna hadda waxaa ka go'an inay wanaagaas horumariyaan waadan uga dhagteen shirkii ka dhacay magaalada Gaalkacay ee nabadeynta gobolka Mudug in gacmaha la isku haystay cid kasta oo ajende kaaka duwan leh runtii waxa weeye Puntland yeeli mayso Galmudugna yeeli doonta hadii la helo hadalka madaxweynaha Puntland oo uga jawaabayay kalfadhiga konton iyo shanaad ee baarlamaanka Puntland ayaa imanaya xilli saakay baraha bulshada lagu faafiyay qariiradaasi muujinaysa muranka dhuleed Bishra Cali Nadir CBA TV magaalada Muqdisho